قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أن بلاده ستكثف الإجراءات والمبادرات لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية. تصريحات الوزير الجزائري جاءت خلال اختتام أعمال الندوة الرفيعة المستوى حول الأمن والسلم في إفريقيا التي انعقدت في مدينة وهران غربي الجزائر. سبل مواجهة التحديات المتعلقة بالسلم والأمن في إفريقيا كانت إحدى النقاط الرئيسية في إشغال الندوة الرفيعة المستوى حول الأمن والسلم في القارة السمراء التي اختتمت الجمعة بمدينة وهران غربي الجزائر. وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أكد أن الجزائر وبصفتها منسق العمل الإفريقي لتعزيز مكافحة الإرهاب وتجريم التطرف العنيف في إفريقيا ستتخذ مبادرات إضافية من أجل تعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والإفريقي لمكافحة آفة الإرهاب. العمامرة لم يحدد طبيعة هذه المبادرات، غير أنه أشار إلى نجاح ندوة وهران للسلم والأمن في إفريقيا في دورتها التاسعة، مشيرا إلى أن المشاركين في مسار وهران برهنوا على أن للقارة الإفريقية الرغبة والإرادة والإمكانية في رفع هذه التحديات وفرض وجودها كفاعل قوي لديه القدرة على الابتكار، ما يجعله يؤثر إيجابيا في مجريات الأمور على الساحة الدولية. الدورة بكل المعايير أنها متميزة وناجحة حقا. أولا من حيث المشاركة، كل أعضاء مجلس السلم والأمن حاضرين على مستويات مختلفة، ثم عدد من رؤساء الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة. العمامرة ذكر أن الجزائر التي سبق أن حظي ترشيحها لعضوية مجلس الأمن للأمم المتحدة بدعم الاتحاد الإفريقي تلتزم بالوفاء لتعزيز أجندة السلم والاستقرار والتنمية والتكامل على الصعيد القاري. من جهته وصف وزير خارجية نيجيريا جيوفري أونياما وهو رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لشهر ديسمبر الحالي، وصف اجتماع وهران بالناجح، مضيفا أنه سمح بإعداد دليل يساعد الدول الإفريقية على تأسيس التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وتأتي ندوة وهران الإفريقية في وقت تتعقد مشاكل القارة المرتبطة بانعدام الاستقرار السياسي في دول عدة على غرار ليبيا ومالي وتشاد، واستفحال ظاهرة الإرهاب لا سيما في دول الساحل، ومشاكل التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والفقر وغيرها. إلى النقاش انضم إلينا من الجزائر دكتور زهير بوعمامة الأكاديمي والباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور زهير، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجزائر إذن لمكافحة الإرهاب في الجزائر بالتعاون مع باقي دول المنطقة؟ مساء الخير، تحية لكم. أعتقد أن ما قاله وزير الخارجية سيد العمامرة اليوم بخصوص هذه الإجراءات التي تنوي الجزائر تعزيزها لمكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، على اعتبار أن الجزائر ممثلة في رئيسها هي المنسق الأفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، لن تخرج عن نطاق العناصر التي تضمنها التقرير الذي قدمه السيد العمامرة قبل أشهر نهاية شهر مايو الماضي في قمة مالابو في غينيا الاستوائية، التي القمة السادسة عشر للمجلس الأفريقي الذي خصص لهذا الموضوع، مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية في القارة الإفريقية. في ذاك التقرير الذي حظي بإشادة الأفارقة قدمت الجزائر رؤية متكاملة، رؤية شاملة لهذا الموضوع، منطلقة في ذلك من تجربة مريرة نعم ولكن ناجحة في مكافحة هذه الظاهرة كما يعلم الجميع، والتي أصبحت محل أيضا
طلب من الشركاء الإقليميين والدوليين كما نعلم، ومن المقترحات التي يمكن أن تكون المقصودة بحديث يا سيد العمامرة اليوم؟ أولا، هناك عرض أو طلب جزائري للأفارقة بأن يقيموا اتفاقيات لتسليم المطلوبين في قضايا الإرهاب، وهذه لا توجد إلا بين بعض الدول القليلة لإشكاليات كثيرة. وهذه أيضا تستدعي مقترحا آخر، وهو وضع قوائم للكيانات الإرهابية والأفراد المطلوبين في قضايا إرهاب على القارة الأفريقية، وهذه أيضا لا يوجد اتفاق كبير بين الأفارقة فيها، وكذلك تحدث الأفارقة مع مجلس الأمن في قضية تعديل مهام حفظ السلام لتكون ملائمة للعمل على مكافحة الإرهاب في أفريقيا. دكتور زهير، إلى أي مدى يمكن القول أن هناك إرادة سياسية من باقي الدول للتعاون مع الجزائر، خاصة أن هناك لا يخفى على أحد الأمر هناك خلاف مثلا ما بين الجزائر والمغرب، كيف يمكن التعاون بين دولتين فيها خلاف؟ أولا، الجزائر تراهن على هذا الوعي المتنامي لعموم الأفارقة بأن الإرهاب هو أول تهديد على الأمن والسلم في أفريقيا، وهي حين تتحدث فهي تتحدث بواقعية. خلال العامين الماضيين أستاذ رؤوف، ازدادت ديناميكية العمل الإرهابي في القارة كما وكيفا وانتشارا حتى إلى فضاءات غير مسبوقة. أكثر من 70 عملية إرهابية كبيرة ضد جيوش الدول وقواتها الأمنية وضد المدنيين أيضا، وامتداد إلى وسط أفريقيا إلى غرب أفريقيا، وعودة للعمل الإرهابي النشيط في القارة الأفريقية تحديدا في الصومال وجيبوتي، وهذه العمليات الكبيرة التي طبعا حدثت خلال الأسابيع فقط الماضية. ولذلك أعتقد بأن الأفارقة الآن واعون تماما بأن قارتهم لا زال أمامها تحدي كبير لمواجهة هذه الظاهرة، ولكن يلزمها في ذلك رؤية متكاملة لا تعتمد فقط على العمل الأمني والعسكري، إنما يجب أن تمتد إلى أصعدة وإلى مستويات أخرى، التنمية ومكافحة التغييرات غير الدستورية والعمل على تسوية أزمات في دول كثيرة جدا دولها أصبحت توصف كما يقول الأمريكيون فيلر ستيتس، دول فاشلة، حكومات غير قادرة على أن تؤمن الحدود الدنيا للخدمات لساكنتها، وهذا لا شك يجعل قطاعات واسعة من الأفارقة من المعدومين ومن المحرومين ومن المهمشين، لا شك أيضا أهداف سهلة لهذه المجاميع الإرهابية، والتي كثير منها كما نعلم أيضا هو وسيلة بشكل سيء لربما في مختلف دول العالم، لا تحدث عن المنطقة المغاربية بشكل عام وحتى في أفريقيا، ولكن الوضع الاقتصادي السيء، بعض التطورات التي تحدث حتى من خلال تغير المناخ وتنقل بعض القبائل في منطقة أفريقيا من منطقة لمنطقة، هل لمستم ما هو جديد في الإرهاب، في نمو الإرهاب في المنطقة يمكن الحديث عنه باختصار شديد جدا، أسلوب جديد لتنمية الإرهاب؟ صحيح تماما كلامك صائب، ولذلك قلت بأن التقرير الذي قدمته الجزائر إلى قمة مالابو تضمن هذا التحليل أيضا وهذه الإشارات. المجاميع الإرهابية تحاول أن تستثمر في كل هذه العناصر، تستثمر في الأزمات السياسية المستعصية الموجودة، تستثمر في الفقر، في حتى أزمة الجوع والغذاء التي تفاقمت بفعل الأزمة في شمال أو في شرق أوروبا، تستثمر أيضا
في هذه العلاقة المتنامية مع الجريمة المنظمة، مع التهريب، تهريب المخدرات ومع تهريب الأسلحة، تستثمر أيضا في بكل أسف ونقولها بكل صراحة توجه بعض الدول في تنافسها مع دول أخرى في القارة الأفريقية على مصالح اقتصادية وجيوسياسية لتوظيف بعض التنظيمات والمجاميع الإرهابية لأجل أن تستعملها في هذه اللعبة الخطرة. لذلك أعتقد بأن الأفارقة عليهم أن يتحملوا مسؤولية أولا أن يعني يقرأوا ما يحدث بشكل جيد، وأن يدركوا بأن مكافحة ظاهرة عابرة للحدود على هذا المستوى يتطلب جهدا إقليميا وقاريا وتضامنا وعملا معا لأجل أن يتمكنوا من التصدي لهذه التحديات. شكرا لك دكتور زهير، كنت معي مباشرة. زهير بوعمامة الأكاديمي والباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية مباشرة من العاصمة الجزائرية.